هذا ميراث الأنبياء، هنا مقام العلماء، هنا روافد الضياء، وأصلها وحي السماء مع النبي المصطفى، مع الهداة الأتقياء، مدرسة الفقه التي كم أخرجت من نجبا، بستان علم يانع هيا اقتطف مما تشاء. القاعدة 24: القرآن يرشد إلى التوسط والاعتدال في الأمور، ويذم التقصير والغلو ومجاوزة الحد. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل. وقال تعالى: قل أمر ربي بالقسط. والآيات الآمرة بالعدل والناهية عن ضده كثيرة، والعدل في كل الأمور، لزوم الحد فيها، ولا يغلو ويتجاوز الحد، كما لا يقصر ويدع بعض الحق. ففي عبادة الله أمر بالتمسك بما عليه النبي صلى الله عليه وسلم في آيات كثيرة، ونهى عن مجاوزة ذلك وتعدي الحدود في آيات كثيرة، وذم المقصرين عنه في آيات كثيرة. فالعبادة التي أمر الله بها ما جمعت الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول، وما فقد فيه الأمران أو أحدهما فهي من الأعمال اللاغية. وفي حق الأنبياء والرسل صلى الله عليهم وسلم أمر بالاعتدال، وهو الإيمان بهم ومحبتهم المقدمة على محبة الخلق، وتوقيرهم واتباعهم ومعرفة أقدارهم ومراتبهم التي أكرمهم الله بها، ونهى عن الغلو فيهم في آيات كثيرة، وهو أن يرفعوا فوق منزلتهم التي أنزلهم الله، ويجعل لهم من حقوق الله التي لا يشاركه فيها مشارك شيء، كما نهى عن التقصير في حقهم في الإيمان بهم ومحبتهم وترك توقيرهم وعدم اتباعهم وذم الغالين فيهم كالنصارى ونحوهم في عيسى في آيات كثيرة، كما ذم الجافين لهم كاليهود حيث قالوا في عيسى ما قالوا، وذم من فرق بينهم فآمن ببعض دون بعض، وأخبر أن هذا كفر بجميعهم. وكذلك يتعلق هذا الأمر في حق العلماء والأولياء، يجب محبتهم ومعرفة أقدارهم، ولا يحل الغلو فيهم وإعطاؤهم شيئا من حق الله وحق رسوله الخاص، ولا يحل جفاؤهم وعداوتهم، فمن عادى لله وليا فقد بارزه بالحرب. وأمر بالتوسط بالنفقات والصدقات، ونهى عن الإمساك والبخل والتقتير، كما نهى عن الإسراف والتبذير، وأمر بالقوة والشجاعة بالأقوال والأفعال، ونهى عن الجبن وذم الجبناء وأهل الخار وضعف النفوس، كما ذم المتهورين الذين يلقون بأنفسهم وأيديهم إلى التهلكة، وأمر وحث على الصبر في آيات كثيرة، ونهى عن الجزع والهلع والسخط، كما نهى عن التجبر وعدم الرحمة والقساوة في آيات كثيرة، وأمر بأداء حقوق من له حق عليك من الوالدين والأقارب والأصحاب ونحوهم، والإحسان إليهم قولا وفعلا، وذم من قصر في حقهم أو أساء إليهم قولا وفعلا، كما ذم من غلا فيهم وفي غيرتهم حتى قدم رضاهم على رضا الله وطاعتهم على طاعة الله، وأمر بالاقتصاد بالأكل والشرب واللباس، ونهى عن السرف والترف، كما نهى عن التقصير الضار للقلب والبدن. وبالجملة فما أمر الله بشيء إلا كان وسطا بين خلقين ذميمين، تفريط أو إفراط. الشيخ رحمه الله تعالى يعني فيما مر من هذه القواعد نظرته نظرة بعيدة جدا، وتأمله تأمل دقيق جدا. هو يقول مثل ما أن القرآن يرشد إرشادات صريحة وإرشادات فيها تحتاج إلى استخراج وتأمل وتفكر ووقوف عندها، كذلك يقول لك أن الإسلام والقرآن يأمر بالتوسط والاعتدال في كل مجالات الحياة، في كل مجالات الحياة يأمر بالتوسط والاعتدال، لا غلو ولا جفاء في جميع الأحوال. هذا الذي يريد الشيخ أن يصل إليه،
فيقول إذا مررت بمثل هذه الآيات التي تأتي متوسطة أو ينبغي أن يكون الإنسان معتدلا فيها وفيما تدل عليه معتدلا ومتوسطا فيها، هذا الذي ينبغي، لا جفاء ولا غلو. فذكر لك أمثلة يعني التقصير مذموم والغلو المتجاوز للحد مذموم، فكن وسطا، لا تقصر في هذا الجانب ولا تغلو فيه، فكن وسطا في هذا المقصود. ويقول لك يعني الإسلام يدعو للوسطية، يدعو للاعتدال في جميع أحكامه، فينبغي للمفسر وينبغي للناس أيضا عموما أن يعتدلوا في أحوالهم وأن يتوسطوا في أحوالهم. الإسلام لا يريد منك أن تقوم الليل كله ولا تجلس ولا تنام. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أقوم وأنام، لا ولا يريد منك أن تنام الليل كله ولا يكون لك حظ من صلاة الليل، كن معتدلا. الصيام لا تصوم الدهر كله، صم يوما وأفطر يوما، وهكذا يأتيك الإسلام بالتوسط. والشيخ رحمه الله يريد أن يبين لك أن جميع أحكام الشريعة وأحكام القرآن أنها جاءت على الوسط والاعتدال، على الوسط والاعتدال في النفقة، في الصدقة، في القوة، في الشجاعة، لا تكون يعني في القوة متجاوزا الحد ولا ضعيفا كل يأخذ حقك. فهذا الذي يريد الشيخ رحمه الله في كل شيء، حتى في التعامل مع الناس لا تكون يعني ضعيفا في التعامل ولا قاسيا مع أبنائك، مع زوجتك، مع طلابك، مع الناس، مع التعامل، كن متوسطا في جميع الأمور، في الإحسان، في كل مجالات الحياة. هذا هو مقصد الشيخ رحمه الله، حتى في الأكل كن معتدلا، حتى في النوم كن معتدلا، في اللباس كن معتدلا، لا إسراف ولا تقتير على نفسك وبخل وشح على نفسك. كل هذه يقول إن الإسلام والقرآن من أوله إلى آخره كله مبني على التوسط والاعتدال، هذا هو المقصود بهذه القاعدة. إذن الشيخ له نظرة دقيقة، وهو أن ينظر إلى مجالات القرآن الكريم وفي أحكامه وفي كل ما يتعلق بأحكام وبحياة الناس، أنه يأتي في إرشاداته، في توسطه، في اعتداله، في كلها بهذه النظرة العامة. فعلى المفسر أن يراعي هذه القاعدة. طيب، القاعدة التي تليها. القاعدة 25: حدود الله قد أمر بحفظها ونهى عن تعديها وقربانها. قال تعالى: والحافظون لحدود الله. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. وقال تعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها. وأما حدود الله فهي ما حده لعباده من الشرائع الظاهرة والباطنة التي أمرهم بفعلها، والمحرمات التي أمرهم بتركها. فالحفظ لها أداء الحقوق اللازمة وترك المحرمات الظاهرة والباطنة، ويتوقف هذا الفعل وهذا الترك على معرفة الحدود على وجهها، ليعرف ما يدخل في الواجبات والحقوق فيؤديها على ذلك الوجه كاملة غير ناقصة، وما يدخل في المحرمات ليتمكن من تركها. ولهذا ذم الله من لم يعرف حدود ما أنزل على رسوله، وأثنى على من عرف ذلك، وحيث قال تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، كان المراد بها ما أحله لعباده وما فصله من الشرائع، فإنه نهى عن مجاوزتها وأمر بملازمتها، كما أمر بملازمة ما أحله من الطعام والشراب واللباس والنكاح، ونهى عن من تعدى ذلك إلى ما حرم منها من الخبائث، وكما أمر بملازمة ما شرعه من الأحكام في النكاح والطلاق والعدد وتوابع ذلك، ونهى عن تعدي ذلك إلى فعل ما لا يجوز شرعا، وكما أمر بالمحافظة على ما فصله من أحكام المواريث ولزوم حده، ونهى عن تعدي ذلك وتوريث من لا يرث وحرمان من يرث، وتبديل ما فرضه وفصله بغيره. وحيث قال: تلك حدود الله فلا تقربوها، كان المراد بذلك المحرمات، فإن قوله فلا تقربوها نهي عن فعلها ونهي عن مقدماتها وأسبابها الموصلة إليه والموقعة بها،
كما نهاهم عن المحرمات على الصائم، وبين لهم وقت الصيام، فقال تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما حرم على الأزواج أن يأخذوا مما آتوا أزواجهم شيئا إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال تلك حدود الله فلا تقربوها. وكما صرح بالمحرمات في قوله ولا تقربوا الزنا، وقال ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. فالخير والسعادة والفلاح في معرفة حدود الله والمحافظة عليها، كما أن أصل الشر وأسباب العقوبات الجهل بحدود الله أو ترك المحافظة عليها أو الجمع بين الشرين، والله أعلم. هذه القاعدة يقول الشيخ رحمه الله: حدود الله أمر الله بحفظها ومراعاتها ونهى عن تعديها وقربانها. ما هي حدود الله؟ ما المقصود بحدود الله؟ قال: هو ما حده الله من الشرائع، حد لك في جميع الشرائع حدودا، فأباح لك الطيبات وحرم عليك أكل الخبائث، أباح لك الطيبات من الملابس وحرم عليك لبس المحرمات، أباح الله لك ركوب المراكب المباحة وحرم عليك أشياء محرمة، وهكذا. هناك أشياء أباحها الله أو أمر بفعلها، مثل ما أمرك بالصلاة لا تتعدى الصلاة، جعل الله لها حد في دخول وقتها وخروج الوقت، فلا تتعدى أن تصلي قبل الوقت أو بعد الوقت. وكذلك الزكاة جعل الله لها حد تخرج فيه، فلا يمر عليك الحول وتجب الزكاة عليك وتحل عليك الزكاة ثم لا تخرجها. الصيام دخل عليك الشهر ثم خرج، فلا يجوز أن تصوم قبل الشهر ولا يجوز أن تصوم بعد الشهر مباشرة على نية الشهر، وهكذا. الشهر حد محدود، حده الله، حد لك الحج في شهر معين، الوقوف بعرفة يوم التاسع، فلا تقف قبله ولا بعده، وهكذا سائر الشرائع الله سبحانه وتعالى جعل لها حدودا. كذلك المحرمات فيها حدود: لا تقربوا الزنا، لا تقربوا مال اليتيم، لا تقتلوا النفس التي حرم الله، وهكذا في سائر المحرمات. لكن القاعدة ما هي؟ يقول الشيخ رحمه الله في نهاية الكلام: القاعدة أنه إذا جاءت الأوامر فإن الله يقول تلك حدود الله فلا تعتدوها، في الأوامر. في النواهي يقول تلك حدود الله فلا تقربوها. ليش قال في النواهي تقربوا وفي الأوامر تعتدوا؟ قال: الأوامر واضحة، والتعدي فيها هو التفريط أو التجاوز الحد، وأما النواهي قال لا تقترب منها، لأنك إذا حمت حول المحرم وقعت في الحرام، لأن النواهي يكون لها مقدمات، والشيطان له خطوات، يزين لك أكل الحرام، يزين لك أكل مال اليتيم، يزين لك أكل الربا، يزين لك الوقوع في الفاحشة، كلها لها مقدمات. فالله عز وجل من حكمته قال لا تقربوا تلك حدود الله فلا تقربوها. فإذا وجدت في القرآن فلا تقربوها، فاعلم أن المراد بها المنهيات، وإذا وجدت في القرآن فلا تعتدوها، فاعلم أنها هي الأوامر أو الأمور التي حدها الله وبينها، سواء في الأوامر الشرعية والواجبات أو في المباحات كالأكل والشرب والنوم. هذه هي القاعدة. نعم، التي تليها. القاعدة 26: الأصل أن الآيات التي فيها قيود لا تثبت أحكامها إلا بوجود تلك القيود إلا في آيات يسيرة. وهذه قاعدة لطيفة، فإنه متى رتب الله في كتابه حكما على شيء وقيده بقيد أو شرط لذلك شرطا، تعلق الحكم به على ذلك الوصف الذي وصفه الله تعالى. وهذا في القرآن لا حصر له، وإنما المقصود ذكر المستثنى من هذا الأصل الذي يقول كثير من المفسرين إذا تكلموا عليها: هذا قيد غير مراد. وفي هذه العبارة نظر، فإن كل لفظة في كتاب الله فإن الله أرادها، وفيها فائدة قد تظهر للمتكلم وقد تخفى. وإنما مرادهم بقولهم غير مراد ثبوت الحكم بها، فاعلم أن الله تعالى يذكر الأحكام الشرعية من أصول وفروع،
ويذكر أعلى حالة يبرزها يبرزها فيها لعباده ليظهر لهم حسنها إن كانت مأمورا بها أو قبحها إن كانت منهيا عنها. وعند تأمل هذه الآيات التي بهذا الصدد يظهر لك منها عيانا، فمنها قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. ومن المعلوم أن من دعا مع الله إلها آخر فإنه كافر، وأنه ليس له برهان. وإنما قيدها الله بهذا القيد بيان لشناعة الشرك والمشرك، وأن الشرك قطعا ليس له دليل شرعي ولا عقلي، والمشرك ليس بيده ما يسوغ له شيئا من ذلك. ففائدة هذا القيد التشنيع البليغ على المشركين بالمعاندة ومخالفة البراهين الشرعية والعقلية، وأنه ليس بأيديهم إلا أغراض نفسية ومقاصد سيئة، وأنهم لو التفتوا أدنى التفات لعرفوا أن ما هم عليه لا يستجيزه من له أدنى إيمان ولا معقول. ومنها قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، مع أن كونها في حجره أو غير حجره ليس شرطا لتحريمها، فإنها تحرم مطلقا، ولكن ذكر الله هذا القيد تشنيعا لهذه الحالة، وأنه من القبيح إباحة الربيبة التي هي في حجر الإنسان بمنزلة بنته، فذكر الله المسألة متجلية بثياب قبحها لينفر عنها ذوي الألباب، مع أن التحريم لم يعلق بمثل هذه الحالة فالأنثى إما أن تكون مباحة مطلقة أو محرمة مطلقة، سواء كانت عند الإنسان أم لا، كحالة بقية النساء المحللات والمحرمات. ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق وخشية إملاق، مع أنه من المعلوم النهي عن قتل الأولاد في هذه الحالة وغيرها. فالفائدة في ذكر هذه الحالة أنها حالة جامعة للشر كله، كونها قتلا بغير حق وقتل من جبلت النفوس على شدة الشفقة التي لا نظير لها عليه، وكون ذلك صادرا عن التسخط لقدر الله وإساءة الظن بالله. فهم تبرموا بالفقر هذا التبرم، وأساءوا ظنونهم بربهم حيث ظنوا أنهم إن أبقوهم زادهم فقرهم واشتدت ضرورتهم، فصار الأمر بالعكس. وأيضا فإنه إذا كان منهيا عن قتلهم في هذه الحال التي دفعهم إليها خشية الافتقار أو حدوثه، ففي غير هذه الحالة من باب أولى وأحرى. وأيضا ففي هذا بيان للحالة الموجودة غالبا عندهم، فالتعرض لذكر الأسباب الموجودة الحادثة يكون أجلى وأوضح للمسائل. وأما قوله تعالى في الرجعة: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فمن العلماء من قال إن من هذا النوع، وأنه يستحق ردها سواء أراد الإصلاح أو لم يرد، فيكون ذكر هذا القيد حثا على لزوم ما أمر الله به من قصد الإصلاح وتحريما لردها على وجه المضارة، وإن كان يملك ردها كقوله تعالى: فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. ومن العلماء من جعل هذا القيد على الأصل العام، وأن الزوج لا يستحق رجعة زوجته في عدتها إلا إذا قصد الإصلاح، فأما إذا قصد ضد ذلك فلا حق لها في رجعتها، وهذا هو الصواب. ومنها قوله تعالى: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، مع أن الرهن يصح حضرا وسفرا. ففائدة هذا القيد أن الله ذكر أعلى الحالات وأشد الحاجات للرهن، وهي هذه الحالة في السفر، والكاتب مفقود والرهن مقبوض، فأحوج ما يحتاج الإنسان للرهن في هذه الحالة التي تعذرت فيها التوثقات إلا بالرهن المقبوض. وكما قاله الناس في قيد السفر، فكذلك على الصحيح في قيده بالقبض، وأن قبضه ليس شرطا لصحته، وإنما ذلك للاحتياط وزيادة الاستيثاق، وكذلك فقد الكاتب
ومنها قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، مع أن الحق يثبت بالرجل والمرأتين ولو مع وجود الرجلين، لكن ذكر الله أكمل حالة يحصل بها الحفظ للحقوق بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشاهد الواحد مع اليمين. والآية ليس فيها ذلك لهذه الحكمة، وهو أن الآية أرشد الله فيها عباده إلى أعلى حالة يحفظون بها حقوقهم لتمام راحتهم وحسم اختلافهم ونزاعهم. وأما قوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، فإنها من أصل القاعدة، ويظن بعض الناس أنها من هذا النوع، وأنه يجب التذكير نفعت أو لم تنفع، لكن هذا غلط. فنفع الذكرى إذا كان يحصل بها الخير أو بعضه، أو يزول بها الشر كله أو بعضه. فأما إذا كان ضرر التذكير أعظم من نفعه فإنه منهي عنه في هذه الحال، كما نهى الله عن سب آلهة المشركين إذا كان وسيلة لسب الله، وكما ينهى عن الأمر بالمعروف إذا كان يترتب على ذلك شر أكبر أو فوات خير أكثر من الخير الذي يؤمر به. وكذلك النهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أعظم منه شرا وضررا، فالتذكير في هذه الحال غير مأمور به بل منهي عنه. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وكل هذا من تفصيل قوله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، فعلم أن هذا قيد مراد ثبوت الحكم بثبوته، وانتفاء الحكم لانتفائه، والله أعلم. ومنها قوله تعالى: ويقتلون النبيين بغير الحق، مع أنه لا يقع قتلهم إلا بغير حق، فهذا نظير ما ذكره في الشرك، وأن هذا تشنيع لهذه الحالة التي لا شبهة لصاحبها، بل صاحبها أعظم الناس جرما وأشدهم لإساءة. وأما قوله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فليست من هذا النوع، وإنما هي من النوع الأول الذي هو الأصل، والحق الذي قيدها الله به جاء مفسرا في قوله صلى الله عليه وسلم: النفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومنها قوله تعالى: وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، مع أن فقد الماء ليس من شرطه وجود السفر، فإنه إذا فقد جاز التيمم حضرا وسفرا، لكن ذكر السفر بيان للحالة الغالبة الموجودة التي يفقد فيها الماء، أما الحضر فإنه يندر فيه عدم الماء جدا. ومن هذا السبب ظن بعض العلماء أن السفر وحده مبيح للتيمم وإن كان الماء موجودا، وهذا في غاية الضعف، وهدي الرسول وأصحابه والمسلمين مخالف لهذا القول. ومن ذلك قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، مع أن الخوف ليس بشرط لصحة القصر ومشروعيته بالاتفاق. ولما أورد هذا على النبي صلى الله عليه وسلم قال في جوابه: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، يعني وصدقة الله وإحسانه في كل زمان ومكان لا تقيد بخوف ولا غيره. ومن العلماء من قال إن هذا القيد من القسم الأول، وأن القصر التام وهو قصر العدد وقصر الأركان والهيئات شرطه اجتماع السفر والخوف كما في الآية، فإن وجد الخوف وحده لم يقصر عدد الصلاة وإنما تقصر هيئاتها وصفاتها، وإن وجد السفر وحده لم تقصر هيئاتها وشروطها وإنما يقصر عددها. ولا ينافي هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم إنما سألوه عن قصر العدد فقط، فأجابهم بأن الرخصة فيه عامة في كل الأحوال، وهذا تقرير مليح موافق للآية غير مخالف لحديث الرسول، فيتعين الأخذ به. هذه القاعدة يقول الشيخ رحمه الله: إن بعض الأحكام الشرعية تكون مقيدة بقيود
وبعضها تكون مطلقة. إذا كانت مطلقة هذا واضح، إذا قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه تسمى أوامر أو أحكام مطلقة غير مقيدة. أحيانا تأتي أحكام مقيدة، مقيدة بشيء معين، مثل قول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا مقيد برؤية الشهر أن يكون حاضرا، يعني لابد أن يكون حاضرا مقيما مكلفا. هكذا هناك أشياء قيدها الشرع وأحكام كثيرة تتعلق فيها قيود، أحيانا هذه القيود لا ترد، يعني لا يقصد الشارع أنه وضعها ليعمل بها وإنما أرادها لشيء آخر. هذه القيود لا يعمل بها، هذا الذي يريد أن يصل إليه الشيخ، أن يقول لك القيود التي أو الأحكام التي قيدت بقيود بعضها قيود مقصودة وبعضها قيود غير مقصودة، فما هي التي تكون غير مقصودة؟ ذكرها لك، قال لك أنت، يعني كان يقول انتبه للأشياء أو لهذه القيود التي لا يقصدها الشارع وإنما لا يقصد العمل بها وإنما قصد فيها أمرا آخر لحكمة. فما هي القيود؟ قال مثل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. طيب يقول له ما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، لا برهان له به، لو جاءنا شخص وقال أنا أدعو مع الله إلها آخر وعندي برهان، هل نقول عملك صحيح؟ نقول هذا خطأ، هذا شرك بالله وكفر. طيب ليش قال لا برهان له به؟ قال ليس عنده أصلا دليل، ولو عنده أصلا ما عنده دليل، حتى لو جاءك ببرهان برهانه باطل، فهذا هو المقصود. فهذا القيد يعني يقول الشيخ هنا ساقه الله لبيان شناعة الشرك وأنه لا دليل عليه ولا برهان، لا برهان له به، كيف تعبد إلها ولا دليل عندك، لا دليل لا عقلي ولا شرعي. كذلك ذكر لنا مثال آخر وهو قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، هذه الآية جاءت في المحرمات من النساء، المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يتزوج بهن. من هن المحرمات؟ قال حرمت عليكم أمهاتكم، فليس للإنسان يتزوج بأمه، وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم، يعني أم الزوجة إذا عقد الإنسان على هذه المرأة فأمها محرمة، لا يجوز أن يعقد عليها ولو طلق بنتها. لكن عندنا حالة واحدة هنا، هو إذا تزوج الرجل بهذه المرأة وعندها بنت، تزوج بامرأة وعندها بنت من زوج سابق، هذه البنت هل يجوز له أن يتزوج بها ولا لا يجوز؟ قال إذا دخل بأمها حرمت، إذا دخل بأمها حرمت، إذا لم يدخل بأمها فإنها مباحة. ولذلك الله ماذا يقول؟ يقول وربائبكم، يعني الربيبة هي بنت الزوجة التي تتربى في بيتك أحيانا، لأنه أحيانا يأخذ هذه الزوجة يتزوج بهذه المرأة وعندها طفلة صغيرة، فتنشأ هذه الطفلة في هذا البيت، وبعد مثلا 20 سنة أو قريب من ذلك تموت المرأة هذه أمها أو تطلق، فهل هذا الزوج إذا طلق أمها أن يتزوج بها بهذه البنت الربيبة؟ قال وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. الله ذكر لنا شرطين، الشرط الأول قال ربائبكم اللاتي في حجوركم، يعني لا بد أن تكون في حجرك يعني في بيتك. الشرط الثاني أن تدخل بأمها. العلماء ماذا قالوا؟ قالوا الشرط الثاني مقصود والشرط الأول غير مقصود. غير مقصود كيف غير مقصود؟ يعني لا يلزم أن تكون تربت في بيتك، ما يلزم. لو تزوجت بهذه المرأة وعندها بنت أصلاً في بلدة أخرى لم تراها أبداً، فهل يجوز لك؟ نقول يعني قوله ربائبكم يعني أن تكون ربيبة هذا ليس بشرط، ليس بشرط، وإنما ساقه الله قال تشنيعاً، كيف تأخذ بنت أنت ربيتها في حياتك وتعرفها معرفة تامة كأنها إحدى بناتك ثم تتزوج بها؟ هذا هو المقصود. يقول الله سبحانه وتعالى أيضاً ذكرنا أمثلة، قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أو خشية إملاق، يعني لا تقتل ولدك بسبب الفقر. طيب لو جاء شخص قال أنا سأقتله ليس بسبب الفقر لكن أنا سأريد أن أقتله،
لسبب آخر، إما لعقوقه أو كذا، نقول لا، قتل الأولاد محرم مطلقا. طيب ليش الله قيده قال بسبب الفقر؟ قال هو ذكر لك أن الأسباب التي كانت متداولة أو معروفة عند العرب أنهم يقتلون بسبب الفقر، بسبب الفقر أو العار. طيب ذكر لك أمثلة، مجموعة من الأمثلة، يقول لك مثلا وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. هل الرهن عندما تريد أن تستدين مالا من شخص، تريد أن تستلف مالا من شخص، هذا المال إذا استلفته ولم يكن بينك كتابة، لم يجد كاتب، وقال لك طيب أعطني شيء رهينة، فقلت له خذ هذا 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 هذه رهينة تبقى عندك. الله عز وجل يقول وإن كنتم على سفر، هل السفر شرط في الرهينة في الرهن أو ممكن أن يرهن في السفر وغير السفر؟ ذهبت إلى محل مثلا صاحب ذهب أو مثلا أي محل وقلت أنا أريد هذه السلعة، قال لك أعطني قيمتها، قلت ما عندي القيمة، قال طيب أعطني رهينة، قلت خذ هذه الساعة، خذ هذا الجوال، خذ هذه القطعة تبقى عندك لين أعطيك المبلغ. هذه تسمى رهينة، هل هي خاصة بالسفر ولا في السفر وغير السفر؟ قال لا، في كل الأحوال. طيب الله عز وجل ماذا يقول؟ قال وإن كنتم على سفر، نقول هذا خرج مخرج الغالب، الغالب أن المسافرين لا يوجد معهم كتاب، هذا معناه. كذلك يعني التيمم، الله سبحانه وتعالى ذكر التيمم في أي حال؟ في السفر. فهل هو شرط؟ يعني لو أن إنسانا في بلدة ما عنده ماء وهو مقيم في بلدة، هل نقول له ما عنده ماء نقول لا تتيمم لأنك غير مسافر؟ هل السفر شرط؟ قال لا، ليس شرطا، يتيمم سواء كان مسافرا أو مقيما ما دام أنه عادم للماء، لأنك أحيانا يكون العدم حقيقي فقد الماء، وأحيانا يسمى عدم حكمي بمعنى أنك لا تستطيع أن تستعمل الماء لضر نزل بك، لضر ما تستطيع أن تستعمله لأن الأطباء يمنعونك من الماء. تتيمم في المستشفى، يتيممون الكثير، يتيممون في المستشفى. فنقول الله عز وجل يقول وإن كنتم على سفر فلم تجدوا ماء، هل هو شرط؟ أو قال سبحانه وتعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء، نقول السفر ليس شرطا. طيب ليش الله عز وجل جعله شرطا؟ نقول خرج مخرج الغالب، لأن الغالب أن الماء يفقد في الأسفار في البراري، هذا هو هذا المراد. كل هذه الآيات التي ذكرها المؤلف وبينها كلها يقول لك هذه قيود غير مرادة، فانتبه أيها المفسر وانتبه أيها القارئ، إذا مررت بقيود في بعض الآيات لا تظن أن هذه القيود لا بد منها، ولا تظن أن هذه القيود مقصودة، مقصودة لأمور أخرى لكن ليست مقصودة بأن يعمل بها الإنسان، هذا هو المقصود. فالقيود أو الأحكام الشرعية في القرآن الكريم أحيانا تكون أحكام مطلقة غير مقيدة، وأحيانا تكون أحكام مقيدة مقصود القيد فيها، وأحيانا تكون أحكام مقيدة لا يقصد القيد فيها، هذا هو المقصود بهذه القاعدة، فينتبه لها. طيب القاعدة التي تليها، القاعدة 27، المحترزات في القرآن تقع في كل المواضع في أشد الحاجة إليها. وهذه القاعدة جليلة النفع عظيمة الوقع، وذلك أن كل موضع يسوق الله فيه حكما من الأحكام أو خبرا من الأخبار فيتشوف الذهن فيه إلى شيء آخر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر إلا وجدت الله قد قرن به ذلك الأمر الذي يعلق في الأذهان فيبينه أحسن بيان. وهذا أعلى أنواع التعليم الذي لا يبقي إشكالا إلا أزاله ولا احتمالا إلا وضحه. وهذا يدل على سعة علم الله وحكمته، وذلك في القرآن كثير جدا. ولنذكر بعض أمثلة توضح هذه القاعدة وتحسن للداخل الدخول إليها. فمن ذلك قوله تعالى إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها، لما خصها بالذكر ربما وقع في بعض الأذهان تخصيص ربوبيته بها، أزال هذا الوهم بقوله وله كل شيء. ومنها قوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء،
لما كان قد يقع في الذهن أنهم على حجة وبرهان، فأبان بقوله ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل أنهم ضلال اقتدوا بمثلهم. ثم لما كان قد يتوهم المتوهم أنهم في طمأنينة من قولهم وعلى يقين من مذهبهم، ولربما توهم أيضا أن الأليق ألا تبسط لهم الدنيا، احترز من ذلك بقوله وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص إلى قوله وإنهم لفي شك منه مريب. ولما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين، ربما يظن الظان أنهم لا يستوون مع المجاهدين ولو كانوا معذورين، أزال هذا الوهم بقوله غير أولي الضرر. وكذلك لما قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، ربما توهم أن أحد المفضولين ليس لهم عند الله مقام ولا مرتبة، فأزال هذا الوهم بقوله وكل وعد الله الحسنى. ثم لما كان ربما يتوهم أن هذا الأجر يستحق بمجرد العمل المذكور ولو خلا من الإخلاص، أزال هذا الوهم بقوله والله بما تعملون خبير. ومنها قوله تعالى وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض، ربما وقع في الذهن أنهم يفسدون وقد يصلحون، أزال هذا بقوله ولا يصلحون، أي لا خير فيهم أصلا مع شرهم العظيم. ومنها أنه قال في عدة مواضع ولا تسمعوا الصم الدعاء، وربما يتوهم أحد أنهم وإن لم يسمعوا فإنهم يفهمون الإشارة، أزال هذا الاحتمال بقوله إذا ولوا مدبرين. فهذه حالة لا تقبل سماعا ولا رؤية لتحصل الإشارة، وهذا نهاية الإعراض. ومنها قوله تعالى ولكن الله يهدي من يشاء، ربما توهم أحد أن هدايته تقع جزافا من غير سبب، أزال هذا بقوله وهو أعلم بالمهتدين، أي بمن يصلح للهداية لزكائه وخيره ممن ليس كذلك، فأبان أن هدايته تابعة لحكمته التي هي وضع الأشياء مواضعها. ومن كان حسن الفهم رأى من هذا النوع شيئا كثيرا. هذه قاعدة تتعلق بالأخبار التي ترد في القرآن الكريم أو الأحكام الشرعية التي ترد في القرآن الكريم، يذكر الله سبحانه وتعالى بعض المحترزات التي تعلق في الأذهان أو يتوهمها متوهم، يقول ليش قال كذا، لماذا قال كذا، يغلق عليك الأبواب كلها حتى لا يرد هذا الوهم أو يعلق شيء في الذهن. كلها إذا تأملتها وجدت أن الله سبحانه وتعالى لم يترك فيها شيئا. مثل ماذا؟ ذكر لك أمثلة، قال لك مثلا لما قال الله سبحانه وتعالى في الآية إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة يعني مكة الذي حرمها، يظن الناس أو يفهم بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يعبد رب هذه البلدة وهي مكة، وأما بقية البلدان ليس هو ربا لها. هل هذا يمكن؟ ما يمكن. لو جاءك شخص قال لك ليش قال الله عز وجل رب هذه البلدة يعني مكة، هذه البلدة فقط، طيب وغيرها أليس هو رب الجميع؟ نقول الله قال بعدها أقرأ ما بعدها، قال وله كل شيء تحت حكمه، إذن هو رب كل شيء. إذن زال الإشكال، زال الوهم، زال ما علق في الذهن. هذا مثال. مثال آخر يقول لك مثلا في قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. طيب القاعدون كلهم لا يستوون، قد يكون هذا القاعد عنده عذر، ولذلك جاء الله سبحانه ذكر قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، يعني لو جاء أعمى أو أعرج أو ضعيف أو نحو ذلك أو مريض هذا معذور حتى لا يدخل في قضية أن هذا لا يستوي مع هذا. وهكذا ذكر لك أمثلة كثيرة. في قصة داود وسليمان
الله سبحانه وتعالى قال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم شاهدين، قال: ففهمناها سليمان. طيب داود كان هذا فيه، كأن هذا الكلام يفهم منه أنه في داود نقص في العلم أو نقص في الحكم، قال: ففهمناها سليمان. ثم قال بعدها: وكلا آتينا حكما وعلما. لا تظن أن داود أقل من سليمان، داود فوق سليمان وأعلى منه، لكن الله أفهمها في هذه القضية، أفهمها سليمان في هذه القضية فقط. ولذلك قال: وكلا آتينا حكما وعلما. لما جاءت هذه الجملة وكلا آتينا حكما وعلما، زال هذا الوهم بأن يقال مثلا أن سليمان فهم القضية وحلها وداود لم يحلها. وهكذا ذكر هنا، قال في قول تعالى ولكن الله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يهدي من يشاء ولا يهدي من؟ قال: لا، يهدي من يشاء، من يصلح الهداية، لأن الله هو أعلم بالمهتدين، هو أعلم بالمهتدين. فجاءت جملة وهو أعلم بالمهتدين قيد واحتراز، هذا معنى الاحترازات، الاحترازات القرآنية هذا معناها، يذكر الحكم ثم يذكر ما يتعلق به من احتراز حتى يزيل الوهم من هذا الشيء، حتى يزيل. في آيات كثيرة ذكر المؤلف بعضا منها أن هناك قيودا في القرآن، أن هناك في القرآن أخبارا أو أحكاما تطلق ثم يذكر احترازاتها، تذكر احترازاتها. نعم، القاعدة التي تليها. القاعدة 28 في ذكر الأوصاف الجامعة التي وصف الله بها المؤمن. لما كان الإيمان أصل الخير كله والفلاح، وبفقده يفقد كل خير ديني ودنيوي وأخروي، أكثر الله من ذكره في القرآن جدا أمرا به ونهيا عن ضده، وترغيبا فيه وبيان أوصاف أهله وما لهم من الجزاء الدنيوي والأخروي. فأما إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي، أو مقام إثبات الأحكام الدنيوية بوصف الإيمان، فإنها تتناول كل مؤمن، سواء كان متمما لواجبات الإيمان وأحكامه أو ناقصا في شيء منها. وأما إن كان المقام مقام مدح وثناء وبيان الجزاء الكامل للمؤمن، فإنما المراد بذلك المؤمن حقا الجامع لمعاني الإيمان، وهذا هو المراد بيانه هنا. فنقول: وصف الله المؤمن في كتابه باعترافه وتصديقه بجميع عقائد الدين، وبإرادة ما يحبه الله ويرضاه، وبالعمل بما يحبه الله ويرضاه، وبترك جميع المعاصي، وبالمبادرة بالتوبة مما صدر منه منها، وبأن إيمانهم أثر في أخلاقهم وأقوالهم وأفعالهم الآثار الطيبة. فوصف المؤمنين بالإيمان بالأصول الجامعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره شره، وأنهم يؤمنون بكل ما أوتيه الرسل كلهم، ويؤمنون بالغيب ووصفهم بالسمع والطاعة والانقياد ظاهرا وباطنا. ووصفهم بأنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا. ووصفهم بأن جلودهم تقشعر وعيونهم تفيض من الدمع، وقلوبهم تلين وتطمئن لآيات الله وذكره، وبأنهم يخشون ربهم في الغيب والشهادة، وأنهم يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ووصفهم بالخشوع في أحوالهم عموما وفي الصلاة خصوصا، وأنهم عن اللغو معرضون، وللزكاة فاعلون، ولفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأنهم بشهاداتهم قائمون ولأماناتهم وعهدهم مراعون. ووصفهم باليقين الكامل الذي لا ريب فيه، وبالجهاد بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. ووصفهم بالإخلاص لربهم كل ما يأتون ويذرون،
ووصفهم بمحبة المؤمنين والدعاء لإخوانهم من المؤمنين السابقين واللاحقين، وأنهم مجتهدون في إزالة الغل من قلوبهم على المؤمنين، وبأنهم يتولون الله ورسوله وعباده المؤمنين، ويتبرؤون من موالاة جميع أعداء الدين، وبأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويطيعون الله ورسوله في كل أحوالهم. فجمع الله لهم بين العقائد الحقة واليقين الكامل والإنابة التامة التي آثارها الإنقياد لفعل المأمورات وترك المنهيات والوقوف على الحدود الشرعيات. فهذه الأوصاف الجليلة وهي وصف المؤمن المطلق الذي سلم من العقاب واستحق الثواب ونال كل خير رتب على الإيمان، فإن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن 100 فائدة، كل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها. رتب على الإيمان نيل رضاه الذي هو أكبر من كل شيء، ورتب عليه دخول الجنة والنجاة من النار والسلامة من عذاب القبر ومن صعوبات القيامة وتعسر أحوالها، والبشرى الكاملة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والثبات في الدنيا على الإيمان والطاعات، وعند الموت وفي القبر على الإيمان والتوحيد، والجواب النافع السديد. ورتب عليه الحياة الطيبة في الدنيا والرزق والحسنة، وتيسير العبد لليسرى وتجنيبه للعسرى، وطمأنينة القلوب وراحة النفوس والقناعة التامة، وصلاح الأحوال وصلاح الذرية، وجعلهم قرة عين للمؤمن، والصبر عند المحن والمصائب، وحمل الله عنهم الأثقال، ومدافعة الله عنهم جميع الشرور، والنصر على الأعداء، ورفع المؤاخذة عن الناس والجاهل والمخطئ منهم، وأن الله لم يضع عليهم الآثار بل أزالها عنهم، ولم يحملهم ما لا طاقة لهم فيه، ومغفرة الذنوب بإيمانهم والتوفيق للتوبة. فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله والقرب من رحمته ونيل ثوابه، وأكبر وسيلة لمغفرة الذنوب وإزالة الشدائد أو تخفيفها. وثمرات الإيمان على وجه التفصيل كثيرة، وبالجملة خيرات الدنيا والآخرة مرتبة على الإيمان، كما أن الشرور مرتبة على فقده، والله أعلم. ما معنى هذه القاعدة؟ يقول الشيخ رحمه الله: إذا وجدت أن الله ينادي المؤمنين أو يمدح المؤمنين أو يثيب المؤمنين في القرآن الكريم، فهل هم على السواء؟ هل هم سواء؟ هذا هو مقصد الشيخ. يعني إذا أنت جئت تفسر هذه الآية في قوله تعالى مثلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ما المراد بالذين آمنوا؟ من هم؟ وإذا جئت عند مدح المؤمنين: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع، أو إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا مدح. أو على الثواب، أحيانا يثيب الله يذكر ثواب المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنه، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أو وغيرها من الآيات التي فيها إثابة المؤمنين. ما موقفك الآن من هذا؟ هل المؤمنون سواء؟ الشيخ ماذا يقول؟ يقول: ينبغي لك أن تراعي هذه القاعدة التفسيرية المهمة، وهي أن المؤمنين ليسوا على السواء. إذا جاء في باب الأمر والنهي فهم سواء، يدخل فيهم كل مؤمن، سواء كان إيمانه على أعلى درجات الإيمان أو عنده نقص أو عنده يعني خلل في إيمانه، فهؤلاء كلهم مخاطبون. إذا جاء على وجه الخطاب، على وجه الأمر، على وجه النهي، على وجه الطلب، فهؤلاء يدخل فيهم جميع المؤمنين على اختلاف درجاتهم وطبقاتهم. واضح؟ طيب، إذا جاء عند الثناء أو عند الجزاء، يعني يجازي المؤمنين، قال: لا، يختلف، ليس الجزاء سواء. يعني لا يمكن أن يكون المؤمن الذي عنده ضعف في إيمانه، عنده نقص في إيمانه، كالمؤمن الكامل الإيمان، هذا لا يمكن، لا يمكن، فإن الجزاء يختلف والثناء يختلف. فإذا جاء في باب في سياق الثناء وفي سياق الجزاء، فليس المراد أنهم كلهم على طبقة واحدة، ليس هذا إيمان هذا مثل إيمان هذا، وليس إيمان هذا مثل إيمان هذا، يختلفون. فهذا هو المراد.
فيقول انتبه لهذه القاعدة. يقول إذا كان المقام مقام خطاب للمؤمنين بالأمر والنهي أو نحوه فهم فالمؤمنون كلهم يدخلون سواء، الصغير والكبير وقوي الإيمان وضعيف الإيمان والذي عنده نقص في إيمانه والذي عنده كمال فيه، كلهم يدخلون في الخطابات. إذا جاء في باب الجزاء أو باب المدح لا، لا يدخلون كلهم، ليسوا سواء، لا يمكن أن يكونوا سواء، كلهم مختلفون في الدرجات. فهذا هو المقصد من هذه القاعدة، هذا هو المقصد. بستان علم يانع هيا اقتطف مما تشاء.